كنا بنتكلم قبل ما نخرج فاصل عن التأثيرات العالمية على حركة خروج رؤوس الأموال أو الاستثمار. فحضرتك فدي أثرت يعني إيه بعد كوفيد 19 وبعد الحرب الروسية الأوكرانية يعني بدأت في فبراير 2022 وممتدة للأسف حتى الآن، وأيضا التغيرات الأخيرة اللي تمت في المنطقة العربية. كل هذه التغيرات خلت إن الدول، معظم الدول بالبلدي كده، بتبحث إنها تحافظ على المستثمر بتاعها، ما تطلعوش بره. انت عايز تطلع بره، اول نقطه ان انا احافظ على المستثمر واحاول اجيب مستثمر من بره بالزبط. بس اول خطوه ان انا اتليست ما عندي مستثمر بالظبط احافظ عليه. تمام، وده حصل. يمكن لقينا في المملكه المتحده بدات تعمل مجموعه من التحفيزات والتيسيرات للمستثمرين بشكل كبير جدا، بس مش في كل حاجه، وده مهم جدا نتكلم عنها. احنا بنتكلم على استثمارات في قطاعات بتستهدفها الدوله، وده مهم. توجيه بقى الاستثمار بالظبط، ان انا اوجه ما تجيش تبيع اللي ما تجيب لي ما تجيبليش بضاعه وتقول لي عايز ابيعها، لا انا عايزك انت تيجي تصنع لي البضاعه، تيجي توطن تكنولوجيا، وعايزك توطن حاجات معينه اللي هي ناقصاني حسب كل دوله حسب ما تجيش تديني اللي معروض عندي وانا اوريدي عندي بالزبط. موجود مش عايز عشان ما تعملش منافسة يعني غير منافسه غير عادله في 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 بعض القطاعات او بعض وغير مطلوبه وعندي قطاعات مهمله، لا انا عايز في القطاعات دي يبقى انا هدي حوافز في القطاعات دي. ولذلك الفكر النهاردة الاستثماري في العالم تغير من أنا أدي حوافز على المطلق أو على العموم، يعني فكرة أن أنا يلا ندي حوافز ضريبية لكل المشاعر لا الكلام ده مش موجود. الكلام ده أنا لازم أوجه القطاع اللي أنا عايزه، يعني أنا أحط مثلاً قطاعين ثلاثة، والله أنا عايز استثمارات خلال ثلاث سنوات ب 100 مليار دولار في الثلاث قطاعات دول، يبقى أنا هدي حوافز في هذه القطاعات. طب ليه؟ يكون والله شغل عمالة، لا هنتج، لا أنا عندي فاتورة استيراد في هذه القطاعات بمبلغ كذا هوفرها، يبقى أنا عندي حافز كدولة إن أنا أدي للقطاعات دي، لكن ما أديش على المطلق، ودي مهمة. فده التغيرات على مستوى العالم، زي ما قلت حضرتك معدل نمو اقتصادي بطيء، تضخم مرتفع، توترات نتج عنها زيادة الكلفة وزيادة التكاليف. يعني لو انتقلنا إلى التوترات الموجودة في المنطقة عندنا، يعني كان الإسرائيلي وبنتكلم على غزة وبنتكلم طبعا في جنوب لبنان وامتدت وتوسعت، بنتكلم في إيران، بنتكلم في العراق، بنتكلم في اليمن والحوثيين، ده أثر بشكل كبير في جدا. الصومال طبعا بنتكلم ليه تأثير سلبي كبير جدا على اقتصاد المنطقة العربية ككل وأيضا على الاقتصاد المصري. إزاي بقى؟ فصص لي دي بقى. طيب أولا أنت خليت التجارة اللي كانت بتتم داخل البحر الأحمر والبحر الأحمر عن طريق قناة السويس مستحيل، دي كان بيجري منها حوالي من 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية. بسبب التوترات وخاصة ما تم من الحوثيين في 2023 باستهداف بعض البواخر أو السفن الناقلة للبضائع، كثير من الشركات ويمكن أشهرهم شركة ميرسك أعلنت، يمكن في خمس شركات أعلنوا إنه توقف حركة الملاحة، أنا مش هخش على مجرى الملاح الخاص بالبحر الأحمر. طب ده تزامن مع بعد إعلان عن الطريق الجديد ما بين السعودية هو الطريق لسه ما تمش إنشاء بس يعني بس ده تزامن ما بعده. هل في لا ما فيش رابطة، هو رابطة كله كونسبيرسي ثيري يعني نظرية التآمر لا يعني خالص، لأنه هو لأنه من الواضح أن نهاية الطريق ده إسرائيل. فهل صحيح بس هو التوتر جاي نتيجة أنه لا أنت في حركة تمت في الحوثيين وفي تبادل بالتراشق بالنيران في استهداف لبعض البواخر، وده شفناه يمكن لسفن نرويجية تم يعني ضربها بعض السفن لو تخص دول تانية، فده أثر. طب ده نتج عنه إيه؟ نتج عنه إن بدأت السفن تأخذ طريق رأس الرجاء الصالح. طب ده أطول ب 15 يوم لواحد. الكلفة يعني أنا بتكلم على مدة زمنية كبيرة جدا. طب مدة زمنية دي معناها إيه؟ معناها إن البضائع هتوصل، عندك طاقة بنزين طبعا. عمالة أولا المدة الزمنية طالت، التكلفة زادت بنسبة أو بقيمة من 1 إلى 1.5 مليون دولار في الرحلة الواحدة، فده يعني طبعا رقم عالي طبعا. وده طبعا شركات يعني بقى عكس على طبعا لا ده جات أكتر من كده، لسه هزيدك من بشعر بيت. جات الشركات التأمين العالمية قالت لك لا أنا التكاليف اللي هتعدي سواء السفن هنا أو السفن هتعدي رأس الرجاء الصالح هرفع التكلفة التأمينية، لأن أنت طول ما أنت ماشي أكتر في المية أنت معرض للخطر أكتر. تمام، فنتج عنه إيه؟ إنه في موجة تضخمية شهدها العالم من جديد. خلي بالك أنت كل ما بتطفي موجة تضخمية أو بتقللها بتبدأ موجة جديدة، فده كانت موجة كبيرة جدا وأثرت على المنطقة العربية، لأنه حجم التجارة قل ما بين الدول،
النقطة الثانية حجم البضائع اللي بتطلع من الدول العربية تتم تصديقها برضو انخفض أو زادت تكلفته، فبقى مش واخد حقه في المنافسة الخارجية، وده للأسف يعني شيء سيء. النقطة الثانية الدولة المصرية اتأثرنا بقى، لأن أنت عند البحر الأحمر ده معناها أنه قناة السويس بالنسبة لنا، فقناة السويس فقدت حوالي 60% من حجم إيراداتها. طب إيراداتها كانت كام؟ حوالي 10 مليار دولار، وكان متوقع هذا العام اللي هو عام 24 أنها تزيد ل 10.5 أو 11 مليار، طب انخفضت بنسبة نتكلم 60%، يعني تقريبا 6 مليار دولار تقريبا ده فقدناه. ودول يعني الدخل السنتين المتوقع حوالي 4 من 4 ل 4.5 أقصى حاجة. طيب ده جزء. طب الجزء الثاني إيه؟ إن أنا البضائع اللي بتيجي للدولة المصرية كلفتها زادت، لأنه حجم السفن قل، وأيضا التكلفة بتاعت الشحن زادت، فأصبح عندي تكاليف البضاعة للمكونات السلعية اللي بتخش في الإنتاج عندي بدأت تزيد. أيضا السياحة اتأثرت، إحنا بنتكلم على سياحة في شرم الشيخ، سياحة في طابة، سياحة في راس محمد، سياحة في العريش، كل دي تأثرت، وفي كانسليشن لكثير من الحجوزات السياحية على الفنادق الموجودة، فده طبعا يعني نقول مورد أساسي للاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير. بس الحمد لله.